رأي كابتن خالد بيومي، خلينا نشوف بقى طريقة فكر معين الشعباني بعد ما نستحضر 82 و87 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وهاتوها 2018، هاتوها 2018 من رادس بإذن الله، هاتوها 2018. نروح عشان نجيبها من 2018 لازم نشوف الدماغ اللي هي بتاعت صاحبة 37 سنة اللي هو معين الشعباني هيفكر ازاي وهيقدر يتعامل مع النادي الاهلي ازاي ودماغه فيها ايه وايه من الافكار والطريقة والاسماء اللي هتنفذ فكره او طريقته. معين الشعباني زي ما شرحناه المرة اللي فاتت واحد عنده 37 سنة ويهمه بالتأكيد ان هو يعني يبقى متواجد في كاس العالم للأندية، وهو الراجل مش هيخرج من عدة طرق أو عدة أسماء. في غياب فرانك كومب أو في غياب شمس الدين الزوادي هيبدأ يفكر في البدائل اللي عنده. الراجل ده منفعل على طول، بيتكلم مع الحكام على طول، يعني منشغل بالتحكيم على طول. ممكن مدربين سياستهم كده لكن بيحملوها بمنتهى الحنكة والذكاء، امتى يضغط على الحكم، امتى يضغط على الحكم الرابع، الحكم الخامس، الحكم او اسف اللاين مان المساعد الاول، يعني حتى الحكم الاساسي. لكن هو منشغل على طول بالحكم على طول، لكن ده ردود افعاله بتبقى جواه على طول ايه طالعه وظاهره. اعتقد ان هو يعني حتى في الماتش الاول ما خدش باله من كتر الانفعال بتاعه وردود افعاله ان هو ما عملش تغييره لحد الدقيقه 89. هنا بيعترض على الحكم الرابع اللي هو إريك ده. إريك ده كنت أتمنى أنه يحكم اللقاء، من أحسن حكام أفريقيا بعد جوميس على طول من وجهة نظري أو تقديري يعني أو تقييمي. ويجي على طول جوميس هو الأول أو قبليه الأول جوميس وبعدين إريك وبعدين يعني بمالك ديسمبا اللي هو الحكم الأثيوبي. عشان كده امبارح كنت أتمنى أن كان الاتحاد الأفريقي ده بالحق عبد الحق بن شيخ اسمه كده عبد الحق مش عارف مش فاكر بيؤمن على طول الاسم الثاني، لكن هو المساعد الأول في المباراة اللي فاتت على طول بيروح يتكلم على طول على طول على طول مع الحكام. أوكي طيب، على العموم ده بيخلي لعيبة الترجي رد فعل على طول للجهاز الفني. أي لعيبة موجودة في الملعب بتبقى ردة فعلها بتاخدها من الجهاز الفني. لو الجهاز الفني هادي الطباع وأسلوبه يعني بسيط جدا الدنيا هتبقى بسيطة، لو الجهاز الفني ساير بره ومتعصب بشكل كبير قوي ومنفعل هتلاقي ردود الأفعال فيها تنشنه داخل الملعب. عشان كده بقول للاعيبه النادي الاهلي خليك مركز من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره بغض النظر عن اي حاجه بتحصل، اي قرارات للحكم صح غلط خليك انت مركز. وهنشوف بقى الاتحاد الافريقي يعني اللي بيجتمع بسرعه وبياخد قرارات بسرعه وفي اوقات كتير قوي كان عندنا الامر بيبقى فيه سنين. تعال بقى على التشكيله. استعرضنا امبارح الثلاث تشكيلات ديت بالثلاث طرق اللي موجوده منهم طريقتين وطريقه مختلفه، وكان احمد بلال يعني قال لنا واحده امبارح ان هو ممكن يلعب ب 4-1 4-1 هشرحها لكم سريعه مع انها ممكن تكون صعبه لما فكرت برضه ممكن تكون صعبه، لكن وارد ان هو يفكر حتى ولو جزء منها من الماتش جزء من الماتش. دي الطريقه الاولى هتبقى هنا يا سمير، يعني الطريقه الاولى اللي يتفق معايا كابتن خالد بيومي ان هو ممكن يلعب بيها، هيلعب بمعز بن شرفيه وعلي اليعقوبي وخليل شمام شرحناها امبارح وسامح الدربالي وايمن بن محمد وكلوبالي والشعلالي وسعد بكير وانيس البدري ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي. وده يعني هو قناعاته بيه مش جامده قوي، يعني قناعاته بسعد بكير مش جامده قوي بدليل ان هو ما لعبوش حتى الماتش اللي فات ورغم تاخره بهدفين ما فكرش فيه خالص. بس الحق المدرب اللي لسه بادئ في عالم التدريب وبياخد مباراه كبيره زي كده بياخد ردود افعاله او ممكن تكون بعض تصرفاته او قراراته بياخدها من السوشيال ميديا او بياخدها كمان من الصفحات الالكترونيه الخاصه بالفرقه والضغط الجماهيري. في حمله كبيره جدا جدا للراجل ده، بتحمس الراجل ده اللي هو سعد بكير. هو مهاري كويس وشرحناه امبارح وقلنا تفاصيل، لكن في حمله كبيره جدا من صفحات نادي الترجي والداعمين لنادي الترجي بتساند الراجل ده. فاعتقد ان بتفكير بعتقد بتفكير معين الشعباني هيبدأ بيه على الأقل عشان التواجد أو الاندفاع أو التحيز أو المساندة الجماهيرية للراجل ده. فأعتقد إن التشكيلة هتبقى كده، أعتقد دي الأقرب، شرحناها امبارح بتفاصيلها، أعتقد إن دي هتبقى الأقرب اللي هو اللي أنا بقول لكم عليهم دول 4-2-3-1. أعتقد إن دي اللي واخدة الجزء الأكبر مع عودة أيمن بن محمد، وعشان كده لازم الجزء ده يتقفل اللي ما بين يوسف البليلي وأيمن بن محمد لازم يتقفل، والراجل ده
حسام عاشور بقى أو عمرو السولية مين ياخده في حالة الحالة الدفاعية، لأنه بيمسكها كويس، بيباصي كويس، بيشتغل كويس، بيعمل مساندة لطه ياسين الخنيسي كويس، هو أشول، فهتلاقي رجليه برضو بتاخده على ناحية الشمال مكان يوسف البليلي لو دخل في العمق كده. على العموم الأهلي قادر بإذن الله أنه يتعامل مع الموقف بشكل كويس، لكن أخطر حاجة هو الجزء ده، يوسف البليلي مع أيمن بن محمد والراجل ده المستجد اللي هو سعد بكير، اللي أنا قلت لكم الظروف خدماه من مساندة جماهيرية وتفاعل جماهيري معاه، لكن هو لما ترى في أوراق معين الشعباني ما بيستعنش بيه كتير، ما استعنش بيه حتى في مباراة الأهلي رغم تأخره بهدفين، وأي مدير فني يعني متأخر بهدفين في مباراة نهائية ويهمه أنه يرجع للقاء يعني بيستخدم واحد من الأوراق بتاعته الهجومية. عشان كده أعتقد أنه مع المساندة الجماهيرية ديت ممكن يلعب سعد بكير، المساندة الجماهيرية الخاصة بسعد بكير. خش على التشكيلة التانية. التشكيلة التانية يعني معز بن شريفية، علي اليعقوب، خليل شمام، وأيمن بن محمد، وسامح الدربالي مفهومش فصال، ده هيكون مكان شمس الدين الزوادي مفهوش فصال، وأيمن بن محمد هيكون مكان حسين الربيع برضو مفيش فصال، لأن ده أمهر وأعلى في الباص والتحرك والعمق الهجومي بيعمله بشكل كويس، والمساندة ما بين يوسف البليلي ومش هيتغير في طريقة الدفاعية من الأولى، اللي لازم يكون فيه حد قافل ما بين يوسف البليلي اللي هيلعب عليه محمد هاني، وإن شاء الرحمن يكون واحد من نجوم اللقاء محمد هاني بإذن الله، وكمان الشعلالي. الشعلالي يعني زي ما انتم شفتوه راجل متحرك بشكل كبير جدا، المهارة عنده الواحد ضد واحد او الحاجات الصغيرة الوانتو الصغير والحاجات الصغيرة ديت مش بدقة سعد بكير، لكنه انشط وفعالية اكتر وايجابي اكتر اللي هو جيلاني الشعلالي. بس محمد المسكني ده راجل مهارته قليلة قوي، قوي جدا في الالتحامات والاشتراكات والحاجات ديت، دفاعي بحت، لكن ما عندوش خبرة كبيرة، يعني المباريتين اللي لعبهم بس في البطولة الإفريقية كانت تاونشيب وكامبالا سيتي، والاثنين كانوا خارج الديار التونسية، يعني لما لعب بره تونس اللي هو محمد المسكني، فأعتقد إن خبرته الإفريقية قليلة، فإحنا بنتكلم على غيابات فرانك كومب، فإزاي معين الشعباني يعوض غياب فرانك كومب وشمس الدين الزوادي؟ شمس الدين الزوادي علي يعقوبي خلاص غطى الموضوع ما فيهوش أي أثر، لكن ده هو يفكر في غياب فرانك كومب، فبنعرض الأشياء اللي ممكن يكون بيفكر فيها معين الشعباني. محمد المسكني اعتقد نظرا لقله خبرته الافريقيه مش هيتم الدفع مين من البدايه، اعتقد كده، لكن احنا بنحطه في الحسابات كواحد من الناس اللي موجوده في نص الملعب. التغييره الثالثه او الطريقه الثالثه هي اللي ممكن بقى يفكر فيها الراجل ده ولو على وقت من المباراه او مرحله من المباراه، اللي هي 4-4-2. مع وجود 4-4-2 التشكيله الثالثه يا سمير اللي ممكن يفكر فيها معين الشعباني اللي هي قدام حضراتكم دي، معز بن شريفية، علي اليعقوبي، خليل شمام، أيمن بن محمد أو سامح الدربالي، أيمن بن محمد الرباعي اللي ما بيتغيرش مع معز بن شريفية، ويلعب الراجل ده كولوبالي وجيلاني أو جيلالي ويوسف البليلي عادي، أنيس البدري عادي، ويلعب باثنين هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي، ويخش هيثم الجويني، هو بيحب هيثم الجويني شوية، يعني بيرتاح لهيثم الجويني شوية، حتى أرقام هيثم الجويني أحسن من أرقام طه ياسين الخنيسي السنة دي. طه ياسين الخنيسي أرقام هيثم الجويني أحسن منه شوية، فممكن يلعب بالطريقة ديت من البداية، وممكن في مرحلة من مراحل اللقاء يلعب بالطريقة ديت، يمكن آخر نص ساعة، آخر 35 دقيقة، آخر 25 دقيقة، يبقى ده شكل فرقة الترجي. أيا كان الشكل أو أيا كانت الطريقة، لابد من غلق المنطقة دي اللي هي يوسف البليلي وأيمن بن محمد، غلقها ما فيهاش هزار وما فيهاش كلام، لأن ده رجليه بتاخده بشكل في عمق هجومي كبير قوي اللي هو أيمن بن محمد وكورته كويسة، وده بيعدي واحد ضد واحد كويس وبيخش العمق وبيسدد بشكل كويس. طه ياسين الخنيسي هيتعامل معاه إن شاء الله سعد وكولوبالي بشكل كويس، وأنيس البدري ممكن يعني يتعامل معاه أيمن أشرف، ممكن يعمل تركاية زي ما قال أحمد بلال، ويخلي مثلا يعني ممكن يبقى كولوبالي هنا 4-1 ويلعب بيوسف البليلي والشعلالي، ويلعب كمان أنيس البدري وسعد بكير يبقى 4، وطه ياسين الخنيسي قدام يبقى 4-1-4-1، ممكن يلعبها لكن برضه مستبعدة سنة، لكن ممكن يلعبها. على العموم طريقة لعب معين الشعباني مش هتخرج عن الأسماء اللي احنا قلناها ديت خالص، يعني مش هتخرج عن الأسماء اللي قلناها ديت، والأقرب اللي هي 4-2-3-1. طيب ايه المستجد من المباراه الاولى؟ ايه اللي اتغير في المباراه الاولى؟ اتغير ايمن بن محمد
وتغير علي اليعقوبي وتغير هيثم الجويني. هيستخدمهم امتى؟ هيستخدم واحد ولا اثنين فيهم؟ هيستخدم الثلاثة كلهم؟ ايا كان هيستخدم مين؟ لكن خلينا نشوف ارقامهم. استعرضنا ايمن بن محمد امبارح وحتى فيديوهات لي، واحنا ان شاء الله بعد شويه هنشوف كمان فيديوهات لهيثم الجويني وعلي اليعقوبي. لكن هيثم الجويني اللي قدامكم ده واحد لعب 6 كبديل، كان احتياطي واساسي 2، صنع اهداف 1، احرز 2، نسبه فوزه بالالتحامات الثنائيه 58، عدد محاولاته على المرمى في المباراه الواحده مره، دقه التمريرات 50%. هو مش سريع، جسمه هجامه كده، طويل شويه، اعرض مني طبعا بشكل كبير. ودي فيديوهاته، ده جول كان احرزه هيثم الجويني. خلي بالكم ممكن يستخدمه كجناح برضو، يعني ممكن يستخدمه في بعض الاوقات كجناح. بيلعب برجله الشمال بشكل كويس قوي، قوي زي ما قلت لحضراتكم. لكن في النهايه يعني هم الناس بتميل لطه ياسين الخنيسي اكتر منه، وبالتاكيد لو دخل في مقارنه مع انيس البدري او يوسف البلايلي، فرج كفه يوسف البلايلي وانيس البدري بتبقى اعلى منه، ارجح منه بالتاكيد. ولما بيخش في مقارنه مع طه ياسين الخنيسي، برضه كفه طه ياسين الخنيسي رغم مستوى السنه دي، وان شاء الرحمن يكمل بالشكل اللي هو فيه طه ياسين الخنيسي. الثاني اللي هو سعد بكير، له بعض الارقام برضه الجديده. سعد بكير راجل من الناس اللي هي بيمسكها بشكل كويس، بتبقى تحت رجليه بشكل كويس، بيعدي بشكل كويس، واحد ضد واحد بيعملها بشكل كويس، واحد ضد واحد زي ما قلت لحضراتكم تعديته كويسة، حتى الكرات الثابتة بيعملها كويسة سواء كانت على الاطراف او على في العمق. ودي ارقامه استعرضناها امبارح، وعنده بعض الفيديوهات الخاصه بسعد بكير. جسمه صغير جدا، يعني قريب من اجسام لعيبه الاهلي، يعني قريب مثلا ممكن تلاقي قريب من اسلام محارب، قريب في الجسم من اسلام محارب كده. يعني لعب اساس 4، كان بديل 3، تسجيل هدف كان 1، صنع اهداف 1، دقه تمريراته 80%، 80% دقة تمريراته، ده عدد كبير جدا نظرا لمهارته. بيمسكها تحت رجله زي ما قلت لكم، وتحت رجله الكرة بتبقى كويسة جدا. معدل محاولاته على المرمى 9/10 في المباراة الواحدة، معدل صناعته للفرص في كل مباراة 9/10، نسبة المراوغات الناجحة قلتها لكم امبارح 100%، وتدخلاته الدفاعية كل مباراة مرة واحدة بس، بيبعد عن أي منطقة فيها حتت التحامات أو اشتراكات. دي فيديوهات خاصة بسعد بكير. الاسيست بيعمله كويس، الباص بالبيني بيعمله كويس، يعني عنده كمان حتى الحتة الطولية بيعملها بشكل كويس. الباص بتاعه هو اللي لعبها على فكرة، مش هو ده، هو اللي لعب الجزء بشماله، يعني هو اللي عمل الاسيست، هو ده تمام. فكورته كويسة جدا بالتأكيد سعد بكير ده، لكن إن شاء الرحمن بإذن الله يعني قوته الجسمانية أو الصفات الجسمانية البدنية قليلة، بيتعب بشكل كبير. طيب أيمن بن محمد استعرضناه امبارح، مفيش مشكلة خلاص، يعني مفيش مشكلة. أوكي. طيب. الأهلي عنده فرصة إن شاء الرحمن كبيرة جدا، مساحات هتبقى موجودة. هتلاقي خليل شمام هو كمان يعني قيادي كويس ولاعيب كويس جدا على فكرة، وكورته هايلة وبيبدأ هجمة بشكل كويس جدا، لكن في المباراة الخارجية بتلاقيه واقف قدام شوية. يعني هتلاقيه واقف قدام شوية، وعلي اليعقوبي هتلاقيه كذلك. فهتلاقي الخط الدفاعي بتاع الترجي التونسي واقفين من عالي، يعني واقفين من عالي، يعني مثلا قريبين من نص الملعب كده. عشان كده طبعا قوه وليد ازارو وصفات وليد ازارو وخصوصا السرعه كانت هتفرق معانا جدا جدا. انا اميل ان صلاح محسن يبدا من البدايه، اميل ان صلاح محسن بسرعته ومجهوده وطريقته في الانقضاض على الكوره وتحركاته، وخصوصا اللي هتبقى موجوده بالحاله والطبيعه اللي احنا فيها، لان هم عايزين يعوضوا وعايزين يرجعوا للقاء بفارق الهدفين. فبالتالي ممكن نستغل الحتت ديت من خلال المساحات او من خلال يعني اندفاع لعيبه الترجي بكل خطوطها، سواء كان دفاع او هجوم، او دفاع او وسط او هجوم. المساحات اللي بيستغلها صلاح محسن وصلاح محسن عندنا بعض الفيديوهات الخاصه بيه، سواء كان لما كان بيلعب في NBA او حتى لما لعب في النادي الاهلي، بيستغلها بشكل كويس. مهارته حلوه، وصلاح يعني بيقف على الكره بشكل كويس جدا، واحد ضد واحد كمان كويس جدا. واللعيب بيبقى محتاج مباريات زي كده تتقل من امكانياته وقدراته واسمه وتاريخه مع النادي بتاعه، فبيحتاج مباريات كبيره. لما بتيجي المباريات الكبيره ويبقى له اثر
طيب فيها او له اثر فعال فيها، فبالتالي بتدي له نضج جديد جدا، وبتقرب المسافات ما بينه وما بين جمهوره، بتقرب المسافات ما بينه وما بين النجوميه. فانت نجم امتى؟ لما يبقى فيه يعني مباراه كبيره جدا وانت بتبقى فعال فيها او ليك بصمه فيها او ليك رصيد فيها، وكنت سبب من الاسباب النجاح او تعدي او الخطوه او تخطي المرحله ديت، وخصوصا كمان لما بتتكلم على مباراه نهائيه زي دي مثلا. يعني دي كانت في مباراه المصري، دي مهاره صلاح محسن. لكن عنده كمان اللي انا عايز اشرحها هو الجول الثاني يا سمير، الجول الثاني بتاع المصري. يعني المساحات اللي هي وارد جدا 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 ان انت تشوفها هي دي دي دي. بص المساحات دي ممكن تلاقيها موجوده بشكل كبير جدا في فرقه الترجي. التلت ده، التلت ده ممكن تلاقيه في فرقه الترجي مع سرعه صلاح محسن. وكان طبعا وليد ازارو خلاص اللي حصل حصل، بقى احنا بنتكلم على الناس اللي موجوده. السرعه دي، السرعه دي هنحتاجها، والمساحات دي هتبقى موجوده. فخليك دقيق جدا جدا في انهاء الهجمه، وانت بتنهي الهجمه خليك دقيق جدا، لان الفرصه بتسهل على فرقتك، مش بتسهل عليك انت بس، بتسهل على فرقتك، بتسهل على دفاعك، بتسهل على نص الملعب، بتسهل على جهازك، بتسهل على خط هجومك، وبتصعب بشكل كبير. بصوا ابدا ارجع بس ثانيه واحده، بس ثانيه واحده. مع مرور الوقت المنظر ده، المنظر ده هتلاقوه في فرقه الترجي مع مرور، غصب عنهم مش بمزاجهم، لان انت الوقت مطالبين ان هم يحرزوا. فهتلاقي الوقفه دي ممكن تلاقيها كتير جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مع مرور الوقت واحتفاظ الاهلي بشباكه نظيفه لعدد كبير جدا من الوقت، الوقفه دي بقى اللي قدامكم دي هتلاقيها موجوده. عشان كده بقول لكل راس حربه او اللي هيلعب، وخصوصا بقى لو في سرعه، ما تبقاش في العمق قوي، خليك بس يا دوبك متطوح شويه شويه كده، او مجنب نفسك سنه عشان تبقى مواجه للمرمى وتبقى شايف الكره بشكل كويس جدا، وما تديش يعني مساحه لحارس المرمى. لو كل ما كنت في العمق كان هو هيبقى ليبرو، لكن كل ما كنت متطرف هو هيفضل في مكانه. المساحه دي مهمه جدا نستغلها ان شاء الله الرحمن، هتبقى موجوده. خلينا نكون واثقين جدا من نفسنا. دي كانت في قدام المصري السنه اللي فاتت في ختام بطوله الدوري. تعال يا سمير، كل دي حاجات استنتاجات مننا وشرح مننا، ويبقى طبعا يعني الاختيار الاول والاخر بتاع المدربين سواء كان معين الشعباني او كارتيرون. كل التوفيق للنادي الاهلي وكارتيرون في اختيار تشكيله باذن الله تساعده على تحقيق اللقب. احنا واثقين فيكم بشكل كبير جدا، واثقين فيكم لابعد حد. انتوا كمان ثقوا في نفسكم، بقول ده دايما، مش ممكن هتعمل حاجه كويسه وانت جواك مش مبسوط او مستمتع. عشان تمتع الناس انت لازم جواك اساسا تكون مستمتع. انت رايح تلعب بطوله، وهي البطوله الاقوى، وهي البطوله الاهم في دوري ابطال افريقيا او في القاره ككل، العالم كله بيتفرج عليك. خلي جواك استمتاع بشكل كبير جدا، بان واظهر لكل لعيب زميل ليك في الملعب، خليك في ظهر كل زميل في الحاله الدفاعيه، لكن خليك حل لكل زمايلك. ما ينفعش واحد يلاقي نفسه حواليه 3 4 من فرقه الترجي وما فيش حد ظاهر له او باين له، لا، سهل على زميلك وزميلك يسهل عليك. وايا كانت النتيجه وايا كانت الاحداث وايا كانت الظروف، يعني انت قادر ان انت ترجع. يعني انت داخل متقدم بهدفين، لكن لو الظروف جت معاكسه ما فيش مشكله، مفيش مشكلة أبدا، أنت عندك فرصة، أنت عندك الأفضلية أو الأحقية بإذن الله من خلال السي في بتاعك والتاريخ بتاعك. كل التوفيق للأهلي بإذن الله في مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة الساعة 9، لكن إحنا كمان هنا في الأهلي عامل لكم تغطية هتبقى سوبر لوكس، يعني سوبر لوكس. من الساعة 3 هنكون موجودين معاكم، أمور تحليلية وصحفية ونقدية وإرقامية وحكام ومحللين، كله من الساعة 3 يوم الجمعة إن شاء الرحمن هنا في ملعب الأهلي. وكمان لقاءات في ملاعب الأهلي أو أندية الأهلي الثلاثة بكل، أو أندية الأهلي أو فروع الأهلي بقى إن صح التعبير، الثلاثة اللي موجودين سواء الشيخ زايد ولا الجزيرة ولا مدينة نصر، كل أنحاء مصر بإذن الله. أهم من اللقاء وأهم من الأهلي والترجي وأهم من البطولة، أهم حاجة هي الوحدة اللي موجودة في الوقت الحالي، الإيد في الإيد ما بين كل انتماءات مصر، سواء كان أهلاوي ولا زملكاوي ولا إسماعيلاوي ولا مصراوي ولا اتحداوي ولا أيا كان تشجيعك لفرقتك. بعد الفاصل، أو مش هنروح لفاصل، هنروح لكريم أحمد مراسلنا هناك، والراجل ابو وش سمح هيكون معاه الناقد الرياضي علاء عزت، وبعدين نستقبل كابتن إبراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش.